أنا شخصيا جربت زيت جوز الهند مع الوالد. الوالد عنده باركنسون في درجة متأخرة، دش مع النسيان، مع مع عدم الحركة، مع بحة الصوت. ووالدي كبير في السن، يعني ممكن أحد يقول إذا والدي كبير يأثر فيه، أنا والدي في السبعينات. فجربته، كنت أعطيه تقريبا قفشة كبيرة 3 مرات في اليوم، يا أن أحطه فوق الأكل من غير طباخ طبعا، أو أن أخلطه مع شوية عسل، بس لأن الوالد فيه سكر ما أقدر أن أضيف عسل كثير. طعمه جدا عادي، والمنتج دائما جوز الهند، زي جوز الهند راح يكون بالشكل هذا، ماسك بعضه كأنه سمن أو زبدة متماسك. في أنواع كثير غير أرض الطبيعة طبعا في الجمعيات في الكويت وغير الكويت، في كثير من الدول. الناتج راح يبين من أسبوعين إلى شهر أو أقل من شهر، راح يبين ناتج فرق كثير مع يعني مع الشخص اللي يستخدمه. أنا شخصيا الوالد بين معاي من 3 أسابيع فرق معاي، يعني نقول 40 إلى 50% كحالة. الصوت رجع له، الحركة أفضل، الذاكرة أفضل جدا 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 جدا، يعني كان ينسى كثير، وكان حتى ساعات يسهى وما يدري وين مكانه. الآن الحمد لله الحمد أفضل كثير كثير. لأي مريض باركنسون أو مريض ألزهايمر، أتمنى توصلون هالرسالة إلى أي مريض أو أهل أي مريض عنده المرض هذا، الباركنسون شل الرعاش أو الزهايمر، ويجرب معاه، وإن شاء الله ما في أضرار. بالذات إن زيت جوز الهند مفيد للي عنده بعد كوليسترول أو سكر، لأنه يخفض نسبة السكر في الجسم. فأتمنى يوصل هذا الفيديو للكثير من أهالي المرضى يستخدمونه، وأسأل الله يعني